في مراسم مهيبة حضرها وفد من التحالف الدولي ووجهاء وشيوخ المنطقة، شيع الآلاف من أبناء شمال وشرق سوريا الأربعاء جثامين 9 من وحدات مكافحة الإرهاب المنضوية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية. وخلال المراسم تعهد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بتطوير النضال إلى مستوى أرفع للدفاع عن المنطقة وشعبها والعمل على تطوير مؤسساتها، مشددا على أهمية دور وحدات مكافحة الإرهاب في القضاء على تنظيم داعش وملاحقة فلوله. وكان لوحدات مكافحة الإرهاب دور بارز خاصة بالعمليات التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال، كما كان لها دور كبير في وأد مخطط تنظيم داعش الإرهابي في هجومه على سجن الصناعة بمدينة الحسكة العام الفائت. طبعا الوحدات لها دور كبير في المنطقة وخاصة في المناطق الساخنة في دير الزور في الرقاء، جميع العمليات التي تتم وخاصة بالشكل الخاص التي تتم بالاشتراك مع التحالف الدولي تتم عن طريق هذه الوحدات. وكانت طبعا في الفترة الأخيرة في الكثير من المهمات. خلال العام نفذت هذه الوحدات خلال عام 2022 أكثر من 127 عملية، تمكنت من خلال اعتقال أكثر من 150 إرهابي من خلايا تنظيم داعش الإرهابي. كان لها دور كبير في كسر هجوم تنظيم داعش الإرهابي على سجن الصناعة. أثناء الهجوم على السجن استشهد عدد من أعضائها وجرح حينها أيضا القائد العام للوحدات شربان ديري شربان كوباني والذي استشهد طبعا في هذه الحادثة الأخيرة. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان 9 من مقاتليها لحياتهم إثر تحطم مروحيتين في إقليم كردستان خلال توجههم إلى مدينة سليمانية لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب. منعت الإرهاب عن العالم أجمع.